تحية لكم، هذه بانوراما إخبارية تأتيكم من النيل. أهلا بكم، والبداية مع العناوين. إحباط هجوم إرهابي على أحد الارتكازات الأمنية في شمال سيناء ومصر منفذ الهجوم. رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لبحث ملف فضل التشابكات المالية بين الوزارات المختلفة. تزايد خروقات ميليشيات الحوثي بحق المدنيين وقوات الجيش اليمني والمقاومة في الحديدة رغم اتفاقهما على آلية لوقف التصعيد. أهلا بكم. تمكنت عناصر القوات المسلحة من إحباط عملية انتحارية بواسطة أحد العناصر الإرهابية صباح اليوم بجبار موقف للسيارات في مدينة الشيخ زويد وبالقرب من أحد الارتكازات الأمنية. ونتيجة ليقظة عناصر التأمين تم استهداف الفرد الإرهابي قبل وصوله إلى الارتكاز الأمني، ما أدى إلى انفجار الحزام الناسف والقضاء على الفرد الإرهابي. وقد أسفر الحادث عن استشهاد أحد أبطال القوات المسلحة البواسل. مزيد من المتابعة انضموا إلينا هاتفيا سيادة اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر. سيادة مستشار، كيف تقرأ إذن طريقة التعاطي اليوم، التعاطي الأمني مع الحادث الإرهابي الذي وقع في الشيخ زويد؟ الحمد لله، ده بيدل على يقظة وانتباه عناصرنا من عناصر القوات المسلحة المعنية أو المسؤولة عن تأمين هذه المنطقة. احترافية في التعامل مع المواقف الطارئة، وده كان ظهر بوضوح وبجلاء أثناء تعاملهم معاه. ولكن طبعا أحد الشظايا أصابت أحد الأبطال من عندنا واستشهد، ودي يعني شيء طبيعي وضريبة بيدفعها أبناء القوات المسلحة في الزودة عن وطننا الغالي في إطار حرصهم وحمايتهم للأمن القومي المصري. نعم، أشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر. تواصل الحكومة جهودها لحل الملفات التاريخية المزمنة التي طالما أثقلت كاهل المالية العامة وتسببت في إرباك موازنات الوزارات المختلفة. وفي هذا الإطار عقد اليوم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لبحث ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات المختلفة بحضور وزراء الكهرباء والبترول والمالية. بعد نجاحها في حل مشكلة التشابكات المالية الخاصة بأموال التأمينات والمعاشات الحكومية، تبحث الحكومة ملف فض التشابكات المالية بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا الخميس في إطار جهود الحكومة لحل الملفات التاريخية المزمنة التي لا طالما أثقلت كاهل المالية العامة وتسببت في إرباك موازنات الوزارات المختلفة. وقال مدبولي إن الحكومة مثلما نجحت في حل واحدة من أعقد القضايا الشائكة والمتعلقة بالتشابكات المالية الخاصة بأموال التأمينات والمعاشات من خلال إيجاد حل يتسم بالاستدامة والكفاءة، فهي أيضا عازمة على إيجاد حل سريع للتشابكات المالية بين وزارات المالية والكهرباء والبترول. وزراء الكهرباء والبترول والمالية استعرضوا خلال الاجتماع موقف الدائن والمدين لكل وزارة تجاه الأخرى، ووجه رئيس مجلس الوزراء بالبدء في إيجاد تسوية بين الكهرباء والمالية من خلال اجتماع الفنيين من الجانبين كمرحلة أولى لإيجاد تسوية شاملة بين الوزارات الثلاث. مدبولي أكد أنه سيعقد اجتماعات مع الوزراء المعنيين كل أسبوعين لمتابعة التقدم المحرز في هذا الشأن حتى يتم التوصل إلى تسوية نهائية تغلق هذا الملف الشائك. أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا حول مجموعة من الشائعات والموضوعات التي انتشرت خلال الفترة الماضية. جاء ذلك بناء على تكليف من رئيس مجلس الوزراء لرصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المتنقلة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات. شائعات وحقائق
ننشر الحقيقة من المصدر. الشائعة: تسريح عدد كبير من العاملين بالدولة بعد إجراء اختبارات تقييم لهم. الحقيقة: الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة غير صحيح، ويوضح أن الهدف من اختبارات التقييم هو تحديد قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بهدف تدريبهم تماشياً مع خطة الإصلاح الإدارية. الشائعة: اقتراض العاصمة الإدارية الجديدة لعشرين مليار جنيه لتعثرها مالياً. الحقيقة: شركة العاصمة الإدارية الجديدة غير صحيح، وتؤكد أن الموقف المالي للشركة قوي ومطمئن، وتحقق أرباحاً سنوية من حصيلة بيع الأراضي للمستثمرين، وليست بحاجة للحصول على أي قرض أو تمويل خارجي. الشائعة: زيادة أسعار بعض الأدوية بعد تحريك أسعار الوقود. الحقيقة: وزارة الصحة غير صحيح، وتؤكد أن أسعار الأدوية الحالية كما هي لم يطرأ عليها أي تغيير، وأن أي زيادة في سعر الدواء لا تتم إلا بعد موافقة لجان التسعير بالوزارة ومراجعة للسعر العادل. الشائعة: خلط أطنان من القمح بالتراب داخل الشوان والصوامع. الحقيقة: وزارة التموين تشدد على صحة وسلامة القمح بكافة أنواعه الذي يتم تسليمه إلى المطاحن التموينية، حيث يتم التأكد من جودته ونظافته بشكل تام حرصاً على صحة المواطنين. الشائعة: تخفيض دعم الخبز بالموازنة العامة للدولة 2019-2020. الحقيقة: وزارة التموين غير صحيح، وتوضح أنه تم تخصيص 89 مليار جنيه بموازنة 2019-2020 لدعم السلع التموينية بزيادة نسبتها 3.3% عن موازنة العام السابق، منها نحو 51 مليار جنيه لدعم الخبز. الشائعة: ارتفاع أسعار الأرز التمويني إلى 12 جنيها. الحقيقة: وزارة التموين سعر الأرز في منظومة التموين 9 جنيهات، ونشدد على التزام جميع المنافذ التموينية بصرف كافة المقررات التموينية لمستحقيها، وذلك وفقاً للأسعار المقررة من قبل الوزارة. الشائعة: إلغاء الامتحانات على التابلت في نظام التعليم الجديد بداية من العام المقبل. الحقيقة: وزارة التربية والتعليم تشدد على استمرار إجراء الامتحانات على التابلت في النظام الجديد. الشائعة: حرمان طلاب ذوي القدرات الخاصة من الالتحاق بالجامعات. الحقيقة: وزارة التعليم العالي تشدد على أن جميع الجامعات والكليات متاحة أمام كافة الطلاب دون أي تمييز وفقاً لقواعد تنسيق القبول بالكليات. الشائعة: تعليمات من وزارة الكهرباء بقراءة العدادات كل شهرين بهدف. أقلعت صباح اليوم أولى رحلات مصر للطيران لنقل حجاج بيت الله الحرام من الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، وذلك في إطار الجسر الجوي الذي تنظمه مصر للطيران سنويا لنقل ضيوف الرحمن. تنظم الشركة خلال موسم الحج الحالي 351 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام. المقرر أن تقلع آخر رحلة في مرحلة الذهاب إلى الأراضي المقدسة في 5 أغسطس القادم، على أن تبدأ رحلات العودة في 14 من الشهر ذاته. تتواصل فعاليات أسبوع التعليم الفني والتدريب المهني لمدن القناة، والذي يبدأ في محافظة بورسعيد. يهدف أسبوع التعليم الفني والتدريب المهني إلى إلقاء الضوء على تطوير منظومة التعليم الفني في مصر وآليات الالتقاء بالمنظومة. ورشة عمل جديدة تأتي على هامش فعاليات أسبوع التعليم الفني والتدريب المهني لمدن القناة، والذي تستمر فعالياته المختلفة لدعم تطوير التعليم الفني في مصر. الفكرة من مصر الرياضية هي ان احنا بنحاول نجيب للطلبة طلب التعليم الفني نماذج ناجحة من الشباب يتكلموا معاهم، بحيث ان احنا لما ننقلهم المعلومة تبقى معلومة فعلا طالعة من حد ذو تجربة، ويكون قريب منهم في السن وقريب منهم في التفكير، بحيث ان الموضوع يبقى فيه تلاقي وفيه اسئلة واجوبة وتواصل بشكل فعال. تشجيع الأفكار المبتكرة واستضافة نماذج ناجحة من رواد الأعمال لتحفيز طلاب التعليم الفني على الإبداع والابتكار.
عشان يقدر الطالب بيتخرج لسوق العمل محتاجين حاجتين. اول حاجه نبقى عارفين السوق نفسه محتاج قد ايه من الكوادر، فنيين التكييفات، فنيين الكهرباء والنجاره وهكذا، الصناعات المختلفه، وفي نفس الوقت ان الطالب يكون عنده خبره اللي تسمح له ببدء العمل. اغلب الاسئله طبعا كانت في فكره تفضيل السفر، او ان هو بعد ما بيخلص تعليم بيسافر بره. كان طبعا الرد يعني من وجهه نظري ان النهارده فرص متاحه افضل بكتير. ويهدف برنامج التعليم الفني الى تنميه مهارات الطلاب وفقلها ليكون لديهم الخبره الكافيه لسوق العمل. انا مشروعي عباره عن مايدو هوم روبوت. ده ويب سايت بيبيع منتجات السمارت هوم. ايه السمارت هوم؟ السمارت هوم ده ان انا اتحكم في المكان كله عن طريق ابلكيشن، او عن طريق ان انا ابدا ايه اكلم البيت او اكلم الجهاز ده يبدا ينفذ لي مهام البيت كلها عن طريق الكلام. احنا فكرنا ان احنا نجيب درون. الدرون ديت بتقدر بيكون فيها كور، الكور ديت بيبقى فيها ماده كيميائيه، الماده الكيميائيه ديت بتقدر تدفي 4 متر مكعب، كمان بتقدر تتعامل مع الحليب بشكل مباشر جدا. للتعليم الفني بوابة مصر وتطوير أوضاعها الصناعية والتجارية والزراعية وأحد أهم دعائم التنمية. جاء أسبوع التعليم الفني والتدريب المهني لمدن القناة ليشهد العديد من الفعاليات وورش العمل المختلفة والملتقيات التوظيفية، ويؤكد على دعم الدولة للتعليم الفني والتدريب المهني والارتقاء بجودة مستوى طلابه وخريجيه وتأهيلهم لسوق العمل. فالتعليم الفني كان وما زال أهم الأعمدة الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. من محافظة بورسعيد، أحمد سعد الدين، النيل. وفي إطار متابعتنا للشأن اليمني خلال هذه الجولة الإخبارية، أيضا معنا تزايدت خروقات ميليشيات الحوثي الإرهابية بحق المدنيين وقوات الجيش اليمني والمقاومة في الحديدة رغم اتفاقها على آلية لوقف التصعيد مع الحكومة الشرعية والأمم المتحدة خلال الاجتماعات الأخيرة الخاصة ببحث آلية إعادة الانتشار. ورصد الإعلام العسكري للمقاومة المشتركة في الساحل الغربي لليمن تجمعات وتحركات مسلحة وانتشارا للميليشيات الحوثية في محيط جولة سيتي ماكس في وسط المدينة، مدينة الحديدة. كما أطلقت الميليشيات النار على عدد من الأحياء السكنية في شارع صنعاء، هذا بالإضافة إلى رصد تجمعات وتحركات مسلحة الميليشيات الحوثي وسط الأحياء السكنية شمال شرق مطار الحديدة. نفت وزارة الدفاع الروسية صحة الأنباء التي زعمت أن قوات خاصة برية روسية تشارك في المعارك في محافظة إدلب السورية، مؤكدة أن هذه الأنباء مزيفة وغير صحيحة. أوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أنه لا توجد أي قوات برية روسية في سوريا، وفي توضيح وزارة الدفاع هذا ردا على أنباء عن وجود قوات روسية خاصة تشارك في القتال إلى جانب الجيش السوري في محافظة إدلب غربي سوريا. أكد قائد القيادة الأمريكية الوسطى خلال زيارته الحالية للمملكة العربية السعودية أن الولايات المتحدة ستعمل بقوة مع شركائها لتعزيز أمن الملاحة في مياه منطقة الخليج في أعقاب هجمات ضد ناقلات نفط اتهمت طهران بتنفيذها. هذا ويجتمع غدا مسؤولون من الولايات المتحدة ودول أخرى لمناقشة أمن الملاحة البحرية في الخليج لبحث مبادرة الأمن البحرية التي ستركز على حماية الملاحة والأمن في الشرق الأوسط. والآن وصلنا إلى محطتنا الاقتصادية وجولة في أخبار المال والأعمال. آخر الأخبار الاقتصادية مع حكمة عبد الحميد. إليك حكمة. شكرا زملائي أمل ومحمد، وهذه بالفعل وقفة اقتصادية. رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية. عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا مع وزراء التنمية المحلية والإسكان لمتابعة استعدادات إطلاق البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية. تم خلال الاجتماع عرض إجمالي المناطق الاستثمارية الصناعية المؤكدة
والجاهزة للطرح على البوابة الإلكترونية، فضلا عن موقف البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية، وكذلك شرح لمحتوياتها، حيث تضم قسما خاصا باستكشاف الفرص الصناعية وحجز هذه الفرص الإلكترونية. وقع جهاز تنمية التجارة الداخلية بروتوكول تعاون مع اتحاد البنوك والشركة المصرية للاستعلام الائتماني لإتاحة بيانات السجل التجاري إلكترونيا للبنوك، والبروتوكول سيتيح خدمات الاستعلام لعملاء القطاع المصرفي، وما سيترتب على هذا التعاون من قيمة اقتصادية مضافة للقطاع تشمل توفير المعلومات عن المنشآت المسجلة في قواعد بيانات السجل التجاري للبنوك المشاركة من خلال الربط الإلكتروني بينها، بما يحقق تعزيز الشفافية والإفصاح ومكافحة الفساد، وكذلك الحد من مخاطر الائتمان والحد من التزوير والاحتيال. اعتمدت وزارة المالية مبلغ 162 مليون و450 ألف جنيه للاستخدامات الاستثمارية لجهاز تنمية التجارة الداخلية للعام المالي 2019-2020، وذلك مقابل مبلغ 257 مليون و650 ألف جنيه للعام المالي 2018-2019 لذات البند. وأوصت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب بضرورة صرف المبالغ التي تم اعتمادها في بند الاستخدامات الاستثمارية بموازنة الجهاز، وذلك لاستكمال أعمال ترفيق الأراضي الخاصة به حتى يتمكن من طرحها وفق نظام حق الانتفاع على المطورين العقاريين، مما سيدر مبالغ كبيرة لخزانة الدولة. نتحول إلى مؤشرات البورصة المصرية والتي سجلت ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم ختام الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء من قبل المستثمرين المحليين، بينما مالت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والمحلية نحو البيع، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.7 مليار جنيه، لينهي بذلك التعاملات مستوى 729.8 مليار جنيه، وسط تداولات بلغت نحو 1.8 مليار مليون جنيه. انتهت الوقفة الاقتصادية، وإلى الزملاء أمل ومحمد. شكرا لك يا حكمة. ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذي شب في استوديو لأفلام الرسوم المتحركة بمدينة كيوتو اليابانية إلى 33 قتيلا. وذكرت السلطات اليابانية أنها ألقت القبض على أحد المتورطين في الحادث، وهو يتلقى العلاج حاليا بأحد المستشفيات نتيجة لإصابته في الحريق. عشرات القتلى والجرحى سقطوا في حريق شب باستوديو الرسوم المتحركة بمدينة كايوتو اليابانية. السلطات اليابانية ذكرت أن الحريق الذي قد تشوبه شبهة جنائية تم إخماده بعد أكثر من 5 ساعات، مشيرة إلى أن المبنى كان بداخله نحو 70 شخصا وقت اندلاع الحريق، وأن 30 ما زالوا في عداد المفقودين. كما أوضحت السلطات أن المشتبه به في الحادث أصيب أيضا وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. عندما اندلع الحريق كان 70 شخصا في داخل المبنى، لذا قمنا بمساعدتهم على الخروج باستخدام هواتفهم الذكية، كما تمكنا من التأكد من أعداد الناس بالخارج وكانوا حوالي 10، هذا غير الأشخاص الذين أصيبوا وتم نقلهم إلى المستشفى، مما يعني أن هناك 30 شخصا في إعداد المفقودين. وتواصل السلطات التحقيقات للكشف عن ملابسات الحادث، كما تواصل البحث عن ضحايا آخرين في موقع الحادث. كتاب النشر هذا تذكير لأبرز ما جاء فيها: إحباط هجوم إرهابي على أحد الارتكازات الأمنية شمال سيناء ومصرع منفذ الهجوم. مدبولي يعقد اجتماعا لبحث ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات المختلفة. تزايد خروقات ميليشيا الحوثي بحق المدنيين وقوات الجيش اليمني والمقاومة في الحديدة رغم اتفاقها على آلية لوقف التصعيد. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على شبكة الانترنت nhub.eg. إلى اللقاء.
الشركات بتتبني بالعمل والإخلاص والجهد والعرق والسلام. اللي احنا عملناه ده يا دوبك ده مقدمة تساهم في إيجاد فرص عمل لشبابنا وشبابنا.